إن البلد الأكثر إقبالاً على عمليات التجميل ليس الولايات المتحدة الأمريكية ولا البرازيل، إنه لبنان، وقد خصت محطة الأمسيس جراح التجميل الدكتور توني نصار للإضاءة على هذه الظاهرة. هذه المقدمة كانت قد لفتها المحطة الفرنسية أمسيس وأطلقت على لبنان بطل العالم في عمليات التجميل، وذلك ضمن تحقيق خاص مع دكتور توني نصار، حيث تبين أن امرأة من كل 3 نساء قد خضعت على الأقل لعملية تجميل واحدة، عنصر أساسي يضاف إلى مميزات لبنان. إنها سياحة التجميل، حيث بدأ لبنان استقطاب محبي الجمال والتجميل من الشرق والغرب، محققا رقما قياسيا في عمليات التجميل لسنة 2009. من قال ان لبنان بلد الحروب؟ لبنان بلد التطور والجمال والابداع.